وللمزيد حول تجدد أزمة سد النهضة بعد إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد وتداعيات ذلك على كل من مصر والسودان، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بك يا أخي. أهلا بك دكتور محمد. بداية، لماذا كل هذا التخوف ورد فعل كل من مصر والسودان على بدء أثيوبيا بالمرحلة الثانية لملء السد؟ دكتور محمد تسمعني؟ نعم أسمعك أخي. نعم، هل سمعت السؤال دكتور محمد أم أعيدها عليك؟ أعيد السؤال. نعم، كنت أسألك عن هذه التخوفات، ما السبب وراء كل هذه التخوفات ورد فعل كل من السودان ومصر على بدء أثيوبيا الملء الثاني للسد؟ الآن الثاني للسد خوف وأصبح أمر واقعا. السودان كانوا كثيرا من الملء، وكان يشتكي توقف اثيوبيا الملء حتى تتاحت بين الاطراف الثلاث، ولكن اثيوبيا كعادتها اصرت على الاقرار احاديه الجانب، واستبقت اجتماع مجلس الامن في مقرر له يوم الخميس القادم. اثيوبيا تعامل بذكاء شديد حتى تفوت الفرصه على مجلس الامن ان يتدخل في الشان الاثيوبي، فوضعت العالم كله امام الامر الواقع، خاصه دول المصب والاتحاد الافريقي وكل اطراف ذات صله بهذا الموضوع. الان السودان ومصر يعني ليس لهم خيار سوى ان يستسلموا على هذا الامر الواقع، ويحاولوا ان يسيروا كثير من المعاملات مع اثيوبيا حتى انها تلتزم بالمستقبل، حتى لا يكون هناك ضرر على السودان ولا مصر. وبالتالي الان يدخل جانب الدبلوماسيه والتراضي بين الدول الثلاث والتودد الى اثيوبيا. يكون هنالك اتفاق مرضي بين كل الاطراف، لا سيما ان اثيوبيا وافقت على ان ترضي كل الاطراف في هذا السد. نعم، بماذا تفسر ان الصوت الاعلى للشكوى يعني ياتي من القاهره ليس من الخرطوم؟ هل يعني القاهرة ويعني مصر بالعموم هي المتضرر الأكبر من وراء سد النهضة أم ماذا؟ الصوت لا يأتي واضحا. طيب سأحاول إعادة السؤال. يعني نلاحظ أن الشكوى تأتي بالغالب من القاهرة ليس من الخرطوم، مع معارضة الخرطوم طبعا. ما هو التفسير لهذه المعارضة؟ معارضة القاهرة أكثر من الخرطوم، هل هي المتضرر الأكبر أم ماذا؟ ويجب أن أسمع السؤال جيدا، ولكن إن كنت تسأل عن دور السودان تحديدا المخالف لقضايا أو دور مصر في هذه المرحلة، نحن كنا دائما ندعو الدولتين لأن يكونا متحدين في اتخاذ القرار وفي التوافق على رؤية موحدة يتقدمان بها إلى أثيوبيا، ولكن هنالك تباعد أحيانا بين وجهات النظر واختلافات كثيرة في المراحل الأولى. كان السودان يرى أن هناك فوائد للسد، وبالتالي لم يكن دفعاته قوية بهذه الطريقة. مصر ترى أن هناك ضرر كبير جدا لهذا السد. الآن وقد اقترب أو قبيل اقتراب الملء الثاني كان هناك نوعا من التوافق، ولكن في الزمن الضائع بعد أن قررت أثيوبيا المضي قدما في تحقيق أهدافها وملء السد وتشغيله. كذلك نرى هنالك انحصار للرؤية التفاوضية لدولة المصب، لدول المصب كلها حصروا كل أمر التفاوض في قضية توفير البيانات والمعلومات أثناء تشغيل السد وأثناء الملء. وأثيوبيا أقرت بأننا سنوفر كل هذه البيانات وهذه المعلومات، ولكن كلمة واحدة أوقفت هذا العمل، وهو أن دول مصر تريد اتفاقا، تريد توقيعا من دولة أثيوبيا. هذا يدخل في الثقة بين الدول الثلاث، وبالتالي هذا الأمر الذي أدى إلى تباعد وجهات النظر. وكأنما نرى أن الخلاف هو خلاف ليس جوهري، لأنه لم تدعو هذه الدول إلى إيقاف بناء السد، لم تدعو مع
ما إلى إلغاء الملء الثاني، وإنما كان كله صراعاتهم في كيفية الحصول على هذه البيانات وهذه المعلومات، وهذا يفرغ القضية من محتواها ويجعل الحجة ضعيفة جدا أمام أثيوبيا التي ترى أن اتفاق المبادئ أعطاها الحق. أيضا هنالك استفادة كبيرة جدا يجب أن تستفيد منها أثيوبيا من مياه النيل باعتبار تجري في أراضيها، ووعدت بأنها ستوفر كل المعينات والبيانات اللازمة، وطلبت أيضا أن يأتي الفنيون المصريون والسودانيون إلى أثيوبيا لمراقبة مناسيب النيل وهكذا أشياء. وأيضا لا ترى ضررا للدولتين من هذا السد، وإنما يكون هنالك فوائد لبعض هذه خاصة نعم، السودان. ذكرت دكتور محمد أن أثيوبيا نجحت بالفعل يعني وضع الجميع تحت الأمر الواقع، ما الذي يمكن أن يتحقق خلال جلسة الاستماع التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس القادم حول سد النهضة؟ هل سيمنح دول المصب مثلا ما لم يمنحها لها الاتحاد الأفريقي مثلا؟ مجلس الأمن ليس له سوى إجراءات بروتوكولية وعلاقات عامة فقط، لأنه الملء الثاني قد تم واكتمل كثيرا، وفي الحقيقة أن أثيوبيا بدأت إجراءات الملء الثاني منذ مايو وتمرحلت إلى أن وصلت إلى هذه النهاية، فبالتالي كان يتوقع من مجلس الأمن أن يدعو أثيوبيا إلى إيقاف الملء الثاني إلى حين الاتفاق. كان يدعو أيضا إلى الدول الثلاثة تتراضى فيما بينها بطريقة جيدة، ولكن الآن وقد ملئ الملء الثاني المجلس الأمني يدعو فقط دعوات ويرجو رجاءات ويطلب، وربما يدعو الأطراف الثلاث إلى الجلوس ويقرب وجهات النظر، ويدعو أثيوبيا إلى أن التزام بالمراحل القادمة، لأن هناك تخوفات أيضا من أن تنشئ أثيوبيا سدود أخرى في النيل الأزرق، وهنالك 11 سدا مقترحا في روافد النيل، وهي الروافد التي تغذي النيل الأزرق، وبالتالي إذا أقامت هذه السدود بدون الاتفاق مع دول المصب سيكون هنالك ضرر حقيقي. نعم. يعني يرى المراقبون الآن الضرر ليس كاملا، ولكن في المستقبل ربما يكون هنالك ضرر كبير. نعم، إذن الدكتور محمد أحمد ضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.